الفن والوجع، الإبداع لمقاومة الألم. فنانون قدموا من أنحاء لبنان في رسالة تضامن مع ضحايا الانفجار، في قلوبهم معاناة وفي الأجواء موسيقى وأغاني الحنين. تحية من مرفق صور إلى مرفق بيروت. نحن اللي عم نقدر نعمل إنه بالفن نقدر نتضامن، نقدر نرسم هالوجع، هالانفجار اللي كان ببيروت واللي هزنا كلياتنا. عرضت أعمالهم على منصات خشبية على خلفية البحر، وشارك أطفال على منضدة خاصة بهن. نقدم لوحاتنا لحتى نعبر عن وجع الشعب اللبناني اللي عايشه، عن الطفل اللي فقدت عينه، وتسألها أما إنه شو بدك تجيبلك ألعابك لحتى تلعبي فيها؟ قالت لا، روحي جيبي لي عيني. فالبنت بهالصورة متصورة إنه عم تدلي على البور محل مصانع انفجار، وعطول من هون سبب عين اللي دوح لعيني. حملة تهدف إلى الوقوف مع اللبنانيين وإعادة تأهيل المباني الثقافية والأثرية المتضررة. جيت على سور لحتى وصل رسالة لأهلنا ببيروت إنه الشيء اللي صار هنا أول شيء ما مسنا لهم، بس مسنا لنا كلنا. نحن ما تدمرنا ماديا أو ما تدمر شيء لنا، بس تدمرت أرواحنا معه. فنانون يعرضون أعمالهم ومشاركاتهم، ويرسمون سطور صدمتهم ووقوفهم إلى جانب ضحايا لا ذنب لهم، ويسجلون ذكريات عن وطن يرفض فجيعة الأزمات المتتالية.